طيب، المتحدثة باسم هيئة الأركان اليونانية للدفاع الوطني العام ميروس تانيز أكدت أن اليونان لديها طائرات من طراز C-130 على هبة الاستعداد في جزيرة كريت وجزيرة كاراباثس للتأمين ولتأمين عمليات البحث عن حطام الطائرة. معي على الهاتف اللواء بحري ممدوح الإمام، أهلا بحضرتك معايا في مساء القاهرة. وبداية يعني حينما تؤكد المتحدثة باسم هيئة الأركان اليونانية للدفاع الوطني أنهم على أهبة الاستعداد في جزيرة كريت وجزيرة كاراباثس طائرات من طراز C-130 للبحث عن حطام الطائرة، يعني حضرتك فهمنا أكتر يعني مبدئيا دور اليونان إيه، والجانب المصري إزاي بيتعاون مع الدور اليوناني في البحث عن حطام الطائرة، والمفروض أنه وصل النهاردة مصر حوالي 100 جزء من حطام الطائرة. في البداية طبعا عزائنا لأسر الضحايا وللشعب المصري كله. اسمحي لي بس قبل ما اتكلم في النقطة، هتكلم في النقطة بتاعة أطقم زيادة 12 طيران حضرتك أشرتيها. النقطة إيه؟ من ثلاث دقايق. نقطة أطقم ضيافة مصر للطيران. أيوة اتفضل حضرتك. في مواقع يا فندم عالمية بتاخد رأي الركاب مش ما لا تتدخل فيها السياسة. مصر للطيران يا فندم رقم 16 على العالم. وممكن أبعت لحضرتك هذه الإحصائية. نعم نعم. مصر الطيران تحتل يعني مرتبة مرتفعة جدا في الطيران على مستوى العالم، وهي طائرات تم تحديثها يعني أسطول مصر الطيران تم تحديثه مؤخرا، خدمة فيها على أعلى مستوى. أنا شخصيا لا أسافر غير على مصر الطيران، أنا فخورة بشركتي الوطنية شركة مصر الطيران، شركة وطنية مش أنا متحيزة ليها بس عشان أنا مصرية، بالتأكيد أنا متحيزة ليها عشان أنا مصرية، ولكن لأنها تقدم خدمة متميزة وأسطول طيران متميز. تمام يا فندم. بالنسبة فندم لما أعلنته رئاسة الأركان اليونانية، من العرف البحري المعروف يا فندم في الكوارث ان كل الدول بتقدم ما لديها من امكانيات في موضوع البحث والانقاذ. حضرتك حطام الطيارة منتشر على مسافة كبيرة جدا، حطام الطيارة في البحر مش زي البر بيتحرك وفقا للطيارات البحرية، سرعة واتجاه تيار بحري وسرعة واتجاه رياح، وبالتالي المساحة كبيرة جدا جدا جدا. وبالتالي من العرف البحري المعروف ان كل الدول حضرتك التي لديها اي امكانيات في هذا المجال بتخطر الدولة اللي هي القائمة بعملية البحث والانقاذ، لان هي من الممكن ان هي تساعد في عمليات البحث والانقاذ. وحضرتك حتى الدول العظمى يعني الولايات المتحدة وروسيا، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق كان حصل كوارث عن دولة منهم، والدولة الثانية قدمت المساعدة. ده طبعا بيجي في إطار من العلاقات المتميزة مع الجانب اليوناني. الطيارات حضرتك البحث والإنقاذ طبعا حضرتك هو مهمة مشتركة تنسيقية ما بين القوات الجوية وما بين القوات البحرية. القوات الجوية بيبقى فيه سرعة طبعا أكبر مقارنة بالوحدات البحرية، وبالتالي بيبقى فيه مسح للمنطقة كلها. الوحدات البحرية بتمسح تحت المية وتنتشل الحطام، وبالتالي هي عملية مشتركة ما بين القوات الجوية وما بين القوات البحرية. طيب أشكرك شكرا جزيلا اللواء بحري ممدوح الإمام.